جبتلك النهارده عرض ما يتفوتش على المكنسه النيكاي، ضمان سنتين، وكل اللي جرب منتجات نيكاي عارف قد ايه ان هي مميزه جدا جدا، وقوه الشحن بتاعتها عاليه جدا جدا لانها 2200 واط، الكيس الداخلي 5 لتر، وكمان عجل مطاطي بتلف معاكي 360 درجه، وكمان السلك من هنا كمان 5 متر يعني يلف الشقه كلها، وفيها فلتر من تحت اهو من تحت اهو، وكمان عليها ضمان سنتين، وكمان حاجه في منتهى الجمال ومش سرعه ولا اتنين، انت معاكي 7 سرعات فيها، يعني حاجه قويه جدا جدا. ومن هنا كمان فيها مكان للتخزين عشان تخزني كل المحتويات بتاعتها، وسعرها على قد الايد بدلا من 5500 ب 2199 جنيه. مكنسه نيكاي 2200 واط، قوه شحن هايله جدا جدا، وكمان سلك 5 متر بتلف معاكي الشقه كلها، وسعرها على قد الايد ب 2199 جنيه بدلا من 4900 و 5500. وكمان جبت لك ارخص ثلاجه في مصر من بسام، موتور ال جي كباس، بتحفظ لك الحاجه في الفريزر لحد 12 شهر كاملين بدون ما تاثر عليها، وكمان بتديك كفاءه اعلى وتستهلك طاقه اقل، وكمان الساعه بتاعتها 339 لتر، وسعرها 13999 جنيه بدلا من 17599 جنيه. وكمان جبت لك البوتاجاز الستانلس ستيل، وده ارخص سعر ممكن تلاقيه، هتلاقيه عندنا اشعال ذاتي، مروحه، شوايه، حاجه في منتهى الجمال. بصي كمان المفاتيح بتاعته هنا للتحكم الكامل فيه، حاجه في منتهى الشياكه، مروحه، وكمان اشعال ذاتي، ولمبه، وشوايه عشان تعملي اكلك بسهوله وسرعه، وكمان ستانلس ستيل من كل الجوانب، وكمان امان معاكي في منتهى الجمال والشياكه، وكمان عليه ضمان 5 سنين من بروشه في الاصدار الجديد يا بنات، وسعره بدلا من 10999 جنيه ب 7499 جنيه. كمان جبت لك ارخص سعر ممكن تلاقيه على شاشه سامسونج، يعني براند عالميا، الاصدار الجديد كريستال 55 بوصه سمارت ريسيفر 4K ب 20499 جنيه بدلا من 26535 جنيه. سامسونج الاصليه المعتمده عالميا، سعرها في الاسواق كلها وعلى اي ويب سايت ممكن تشوفيها مش اقل من 26535، عندنا النهارده بجميع فروع سنتر شاهين، اللهم بارك، محتله رقم واحد في المبيعات عالميا ب 20499 جنيه. وكمان جبت لك عرض ما يتفوتش على الشاشه ال 50 بوصه من كاسل، فيها خاصيه الاي بي اس، يعني ضد الصدمات وضد الكسر، معاكي سمارت كمان تقدري توصليها على الموبايل، وسعرها حلو جدا جدا بدلا من 17539 ب 12999 جنيه. وكمان جبت لك ثلاجه متحركه معاكي، ايوه ثلاجه مبرد 3 حنفيه، سخن وساقع وفاتر، هتعملي مشروباتك السخنه، يعني هتستعمليه في الشتاء، وكمان هتستعمليه في الصيف، وكمان هتستعملي ميه عاديه اكنك منزلاها من الحنفيه، وسعره على قد الميزانيه الاقتصاديه، وكل اللي جرب كازيوني عارف قد ايه ان البراند ده حلو جدا جدا في مبردات الميه. وكمان في ثلاجه من تحت اهي، داخليه تحتيه اهي زي ما انت شايفاها كده، وسعره على قد الايد، عارفه بكام؟ ب 4599 جنيه بدلا من 7669 جنيه. لو جينا نتكلم عن البراندات العالميه وكمان المصريه، الحقيقه ما لقيتش افضل ولا احلى من توشيبا، يعني تكنولوجيا ياباني، يعني كمان 338 لتر، يعني تديكي كفاءه اعلى، بتستهلك طاقه اقل، وطبعا كلنا عارفين ضمان 10 سنين، وكمان واسعه من الداخل، حاجه في منتهى الجمال. النهارده هقدمها لك ب 22465 قبل الخصم، بعد الخصم ب 21999 جنيه، مع العلم ان البراندات القويه جدا جدا العالميه والمصريه بيبقى ليها اسعار متسعره بيها في الليسته بتاعتها عشان يتباع بيها. سعر البيع بتاعها 22465، ولكن احنا بنسهل عليكي الجواز وكمان الجهاز، وبنقدم لكم اقل الاسعار حتى على البراندات القويه العالميه المعتمده كمان ب 21999 جنيه. والحقيقه كمان لما جينا نتكلم عن البراندات التركيه، ما لقيناش اجمل ولا احلى من وايت بوينت بضمان العبد، يعني ضمان 5 سنين، يعني حله كريستال ستانلس ستيل 6 كيلو بتلف 1000 لفه في الثانيه الواحده بدلا من 15249، وده التسعيره بتاعتها للبيع بتاعها في الاسواق، نزلناها لك بسعر حصري، سعر مميز، انت متخيله ينزل لك 1000 جنيه عن سعر اللسته ب 14599 جنيه، غساله وايت بوينت بضمان العبد، كفاءه على استهلاك للطاقه اقل، وحلوه جدا جدا ومميزه، والحله كريستال يعني ما بتشدش الهدوم. لو نفسك في غساله فوق اوتوماتيك، الحقيقه ما لقيناش اجمل ولا احلى من الغساله كاسل، ضمان 5 سنين، تحكم كامل في الشاشه من هنا، وكمان الباب بتاعها هيدروليك، الحله كريستال كمان ستانلس ستيل، وكمان 12 كيلو فوق اوتوماتيك، وسعرها على قد الايد ب 13999 جنيه بدلا من 19425 جنيه. وكمان جبنا لك الغساله النص اوتوماتيك ال 10 كيلو من بسام،
اللون بتاعها ابيض في ازرق، سعرها حلو جدا جدا. هي بابين، باب هنا اهو وباب هنا اهو، سعرها على قد الايد ب 5199 جنيه. لو انت عايزه تجيبي غساله اطفال او غساله نص اوتوماتيك، وكمان بقى فيها ثلاث مفاتيح التحكم الكامل في التايمر، وكمان برنامج الغسيل، وكمان المؤقت بتاع العصر، يعني كمان دي ليها مفاتيح خاصه بيها ودي ليها مفاتيح خاصه بيها، وسعرها ب 5199 جنيه. ولو نفسك في شاشه معتمده عالميه، ايوه، لان شركه ارماديلو حاطينها على علامه الايزو رقم 9001، وسعرها على قد الايد ب 8999 جنيه بدلا من 11275. اللون حلو جدا جدا، الوانها طبيعيه فول اتش دي، وكمان الصوت ستيريو، وكمان ضمان سنتين بضمان شركه ارماديلو، وارماديلو شركه حاصله على علامه الايزو رقم 9001، يعني معتمده عالميا في الاجهزه الكهربائيه، وسعرها ب 8999 جنيه بدلا من 11275 جنيه. صدقتي ان الاجهزه الكهربائيه عندنا من كل البراندات اللي هتحتاجيها هنا بس هتلاقيها. سنتر فريم بيقول لك لو عروسه بتجهزي شقتك او ست بيت وبتجددي بيتك، او حضرتك عايز تفرش شقتك، مكانك هنا عندنا اختياركم الافضل هو اختياركم. سنتر شاهين بجميع فروع سنتر شاهين، عروض مجله اسبوعيه، خصومات بتوصل في الاجهزه الكهربائيه لحد 80%. بنوفر لكم اقل الاسعار وافضل واحلى واعلى المنتجات. كل اللي عليكم تحط لنا كومنتات ولايكات ومشاركات عشان تكونوا فايزين معانا وتكونوا من عملائنا المميزين بهدايا وخصومات حلوه جدا جدا من سنتر شاهين. واوعوا تنسوا اقوى لايف في مصر كلها يوم السبت بالجايز، وبنجوز كل عرايس مصر. كل اللي عليكم تدخلوا معانا وتتفاعلوا على كل لايف هينزل عن سنتر شاهين، وكل فيديو كمان حط لنا لايكات وكومنتات ومشاركات. دمتم حلوين، واوعوا تنسوا ان عروض سنتر شاهين في اقوى مجله اسبوعيه بجميع فروعنا، والمكنسه عندنا بارخص سعر في مصر ب 2199 جنيه. ما تنسوش تنورونا.